لو الحكاية فيها إن فيتو محمد عبد المجيد مرعي مؤيد للباشا السيسي. بقول يلا يا شعب نقول كلمتنا للسيسي ريس دولتنا اللي حمانا من الخاينين دول باعوا مصر وباعوا كرامتنا. كل الشعب معاك يا رئيس، انا والاهل وكل الحتة. يلا يا عم ويلا يا خان ننقذ مصر من الاخوان. يلا نشكر الشرطة والجيش، يلا نحلل اكل عيش. يلا يا شعب نقول كلمتنا للسيسي ريس دولتنا. نفس الناس تقوم من النوم على الشغل ولا تهمل يوم عشان نبني مصر من تاني ونكايد اي اخواني. ام الدنيا غالية علينا وراح نشيلها جوا عنينا. يلا يا سيسي حقق امانينا، خلي الخير يسعى ويجينا. يلا يا شعب نقول كلمتنا للسيسي ريس دولتنا. يلا يا شعب نشوف مصالحنا عشان السيسي يجي يريحنا. شعب وشرطة وجيش ايد واحدة والسيسي سبب فرحتنا. يلا نسابق الايام، يلا نعيش في سلام وامان. يلا نقول لاردوغان روح هاتلك ببريز البان. يلا نقول يلا نقضي على الارهاب وهناخد طبعا بالاسباب. جم حكمونا في سنة واحدة وطبعا ديك السنة باب. يلا نقول للشيخة موزة قومي بقى وشوفي لي الجوزة. يلا يا شعب نقول كلمتنا للسيسي ريس دولتنا. ايوه وحبيبنا السيسي الف مبروك من دلوقتي، الف مبروك من دلوقتي. احنا اللي جبناه بالامر وهننجح ان شاء الله. الشعب كله مع حاجه اسمها السيسي، هو على راسنا من فوق.